التشابيه الآن إحنا قمنا نسميها تشابيه في هذا زمان، لأنه التشابيه مأخوذة من التشبيه كمفردة اصطلاحية، المشبه للأصل يشبهه في العمل الخارج، سميناها تشابيه بهذا الوقت اللي إحنا الآن به. أما قبل يسموهم أو يسمون العمل التشابيه يسمونه الدائرة. أبي سنة من السبعين وليغاد، أنا كنت شاب وأحضر كنت أمارس وياه بالطريقة اللي يستثمرون طاقاتي به، وكانت عشوائية تقريبا وفطرية، لكنه كانت معبرة وبها ألم، والناس الحاضرين كانوا يتفاعلون مع كل فعل وكل حركة موجودة بهاي الدائرة. عملنا هذا العمل الموكب الإمام الحسين عليه السلام بعد السقوط، بعد النظام البائد أو النظام الفاسد، اعتبرت هاي الفترة الطويلة على شيعة أمير المؤمنين ما كانت هاي الشعيرة متوفرة بالعراق، كان أكو نظام فاسد حاقد على شعائر أهل البيت. الله سبحانه وتعالى صلت على هاي الطاقية وعلى هذه الشرذمة البعثية أزاحها عن الشعب العراقي. اليوم أصبحت هاي الشعيرة هي ركيزة من ركائز المؤمنين. الناس قبل المنع يعني قبل السبعينات، بعدين اجى النظام هو سواها منهج، قام يحارب الزائر وليس التشابي حتى اللي يروح يزور يحاربون، طبق سياسة المتوكل وقاموا راحت عندنا شباب وراحت عندنا مؤمنين بهذا الطريق. سيف وجريع دين وشريع خل تستمع، احنا نصاركنا الحركة اللي احنا ننفذها والفعل اللي ننفذه مطابق للنصوص التاريخية. يعني تصور يجون مخرجين من المسرح او من السينما يجون هنا يقولون لا تقولون ذول كومبارس، ذول ممثلين، ذول حرفيين، ذول اكاديميين. الممثلين اصحاب الحسين تبدي من شخصيه الامام الحسين وهو سيد زاير، زائدا الامام العباس سيد صفا، وشخصيات الاخرى تلحق حبيب، زهير، جون، عابس، وهب، علي الاكبر، القاسم، وكذلك بعدين الانصار، بعدين بني هاشم. احنا نخلي فيق السبعين، ضفنا لهذا العمل هو يوم العاشر، بنفس اليوم عندنا ليلة الوحشة. ليلة الوحشة تزداد الناس أزيد من يوم العاشر بالتشابيه، بركة الحسين وأهل البيت يعني، وتضافر الأعضاء، كادر العفو، كادر المؤمن الحسيني، بدينا نتطور بهذا العمل. لحقناها مرحلة ثالثة وهي الدفنة، تشابيه بنفس الوقت بالليل ليلة الوحشة، وبعد ثلاثة أيام نسوي مراسيم الدفن.